صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لولي أمر المرأة أن يمنع من تحت يده من النساء من الزواج من رجل مستقيم بسبب أن الرجل من بلد غير بلد المرأة؟ ربما يكون هناك اعتبار مستقيم وصالح، لكن يكون هناك اعتبارات أخرى تجعل الزواج غير مناسب. قد لا يكون من صالح المرأة أنها تكون تتزوج من رجل من بلد آخر، تبعد عن أهلها وعن وليها، ينظر في مصالحه، ما ندري وش السبب. قد يكون أن المصلحة أن الولي لاحظ أن زواجها من رجل من غير بلدها يحصل فيه ضرر عليها في المستقبل. نعم.